خلاص انتهينا، علموا النظام. ايش هذا كله؟ اجمعوا ملفاتكم عند السكرتارية ونقابلكم على واحد واحد. صباح الخير. صباح الخير. خذ الملفات حق المراجعين وعدي بهم كشف عشان نعقب لهم واحد واحد. حاضر يا استاذ. تعالوا عدي تعالوا. حاضر. وجدي بها حق المدير. رجاء رجاء يا جماعه لو سمحتوا ابداوا كل من يسلم حقه الملف بالنظام. مكن المدير يوقع لو سمحتوا. مكن المدير يوقع لهم. المدير. تمام والله تمام. نا كلهم هرش وظايف. ايوه نتصور كلهم هذا بدون ما ننزل اعلان في الصحيفة. ما فيش معانا غير ثلاث درجات وظيفية فقط. ما عندي مشكلة. لمن نديها ومن نعين فيها؟ نديها لسعيد الحظ. سعيد الحظ انت. اديت الملف. الملف موجود. هات كامل. كامل تفضل. اوراق وثائق معاملات. كل الاوراق موجود. ما سربت ورقه للنائب للمدير المالي للمدير الاداري للمدرينة. ما يمكن يا مدير تتحول ورقه لموظف او لغير موظف الا بعد ما تمر عليكم وتوقعوها انتم بانفسكم. امانه. وامر خروج الموظف عبد الكريم اللي حولها المدير الاداري. وامر اصلاح الحنفيه اللي حولها مدير المالي. انا داري بكل ما بيجري داخل المؤسسه يا جميل. يا مدير بالنسبه لموضوع عبد الكريم كانت بنتها مريضه جدا، اتصلوا من البيت وقالوا ضروري ضروري جدا يجي يسعفها. وانت ما كنتش موجود. فجلس يترجاني وتوسل لعنديك وقلت ما فيش غير اني احولها للمدير الاداري. بدل ما يرجع للنائب ويصير يوقعها عنده ويحس النائب انه قد معه صلاحيات ويقوم يعمل التوجيه هو بنفسه. عاد النائب ايش يوجه؟ والحنفيه؟ بالنسبه لموضوع الحنفيه الذي قد كانت بتقطر في الحمام، قد كانت ملت الحمام والطواريد، وقد كان المدير والموظفين والمدير الاداري وكل الناس بيصيحوا هذا حرام، هذا عبث، ما يجوز، هذا عبث بالنعمه. واتصلت بك وقلت لي تصرف. ما كان فيش امامي غير المدير المالي. قلنا نوجه وحرر له عنده وهو يوجه بدل ما يستغل صاحبنا فرصه ويعمل لنفسه اهميه. بعدها يا مدير المساله عاديه جدا، هو غير تصريح خروج واصلاح حنفيه ما بشي. اسمع انا هنا الكل في الكل، خليها حلقه في اذنك. اليوم يعملوا امر تصريح خروج موظف ولا امر اصلاح حنفيه وبكره يقدموا الشو ويوقعوا في شيكات. افهم انا هنا الكل في الكل. اوكي 38 ننقص منها 25، كم الباقي؟ الباقي 13. والله يا أصدقائي هذه الأيام الجيب فاضي على طول. بعدها ما نشتري، ليش المدير العام زعلان مني زيادة هذه الأيام؟ هو زعلان مننا كلنا، وي الحين قد رضي علينا من يوم ما جب. يلا والله أنا نفسي أعرف اسم أمك. من زمان أنا اسم أمي لا يمكن أقول لأي واحد. لا 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 لازم تقول بحاجة. الو ها فين انتم اليوم؟ هيا ايش رايكم نخلي اليوم الجلسه عندي في مكتبي؟ انا عازمكم وكمان في عندي لكم مفاجاه حلوه وساره. هيا انا منتظركم. ها تعالوا بسرعه. حاضر مع السلامه. منو هذا؟ هذا نائب المدير العام بيقول نروح نتم الجلسة عنده في مكتبه. ليش ما يجيش لها انا؟ لا كيف يجي لها انا؟ الرجل عايزنا نروح لمكتبه، لازم نروح. وبعدها قال انه عامل لنا مفاجأة. مفاجأة؟ ايوه. أمانة يا شباب ما دام في مفاجأة هينزل. يلا هي. حياك الله يا أستاذ، الحين قد تذكرت أنا والله. بيني وبينكم والله إني قد كان في القلب بعض الريب. نما لما عاد اتصل ولا عاد ذكرنا ولا الا الاشغال. ايوه ايش موضوع تضيف؟ لا خلاص يا استاذ انت كلامك توجيه كامل، بس خليه يطرح ملف عند مدير المكتب وما يكون الا خير ان شاء الله، ولا تبخلوا علينا بالاتصال. حاضر في دعاة الله.
مع سلامة الله. مع السلامة. زيدوا كلموا هذا. آه بكلم حد. كلموا ذا يا بس. اللي لي حالي يا أخي. يا أستاذ. كلمي بس. ما حد مهم. باو. أنا الشيء. سلام الله عليكم. حياك الله يا أستاذ. من معي؟ أهلاً وسهلاً. موضوع التوظيف يا أخي، هذا موضوع شائك ومعقد. أيوة، كونوا بقرار لجنة مكونة من النائب والمدير المالي والمدير الإداري ومدير الشؤون القانونية، أعطوها كل الصلاحيات. أيوة أيوة، لجنة رفيعة المستوى، وهي الآن في اجتماع متواصل حول هذا الموضوع بالضبط. ها؟ أنا والله دوري يقتصر على إبداء الرأي. إيش؟ لا 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 يا أستاذ، لا 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 لا، ما يمكن. أنت لو تفكر في الكلام هذا اللي بتقوله ما يمكن تعيد المرة الثانية. أنا لا يمكنني أخترق الأنظمة واللوائح وأحاول أفرض على اللجنة شيء هي ماش مقتنعة به. لا لا لا، عموما خليت أطرح ملف عند مدير المكتب وإن شاء الله يبقى خير. مع السلامة. أمسك. ولا أنا لا عاد متحافة. خلي لي حالي يا أخي. لا يو بس. خلي لي حالي، تصرف كل خرج اجتماع تعب. ألو، عفوا يا أخي، المدير دخل في الاجتماع، ممكن تصل مرة ثانية في وقت آخر. يلا مع السلامة. والجنان هذا، ما هو القيمة اللي قامت هذا حسب الوظائف؟ هذا اتصالات وساطات وجنان، وهذا حبيبي وهذا شعزمه، القلب واحد لمن شاء قسمه. وهنا باقي معك شوية رسائل ممكن تقرأها بنفسك. ولا بنقرأ حاجة، عصيدتك ما تنهي أنت. طيب ما نسوي؟ كيف ممكن نعمل أنا المدير؟ ما نسوي؟ أيوة اسمع. عمل كشف. أيوة. اكتب اسم طالب التوظيف. أه. وأمامه اسم الوساطة. جميل. عشان يقدر نوزن الناس. فكرة رائعة. لأنه هذا من المواضيع الشائكة، لأنك ترضي واحد وتزعل عشرة. الله يخرجنا من المضبة هذا سالمي. عين العقل يا مدير. إنهم هؤلاء ما بفعلوا المدراء حقنا. حق العادة. حق يوم يلقد قضاء. يلقد. يا الله حلنا. اسمع. أنا معي الآن موعد مع صديق في موضوع شخصي. اتصل قلبي حاجتي. وأنت تروح له عندهم قل لهم المدير في حاجتكم الاجتماع الضروري. انا احركم لك. ما ارجع من خارج الا اقدم في صاله الاجتماع. تمام. ولا يهمك. وين المفاجأة اللي قلت انك عاملها لنا؟ لحظه. تفضل، هذه لك. ايش هذه لك؟ وهذه لك. وهذه لك. تفضل. ايش هذا؟ خرز. ايوه خرز. وايش نفعل بالخرز يا مدير؟ كل واحد منكم يشل إبرة وخيط وخرز ونبدأ نصلح مسابح. نصلح مسابح؟ ايوه، علشان ما نبقاش هكذا في مكاتبنا فاضيين لا شغل ولا مشغلة. على الأقل نشغل وقتنا. والله الفكرة، ونفعل واحدة منهن للمدير العام ونقول له هذا من إنتاجنا، يمكن يحس ويخجل على نفسه ويعطينا صلاحيات بدل ما كل شيء بيده. يا عزو يا خجل يا ريت. يلا 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 يلا، شلوا الخيط والإبرة ونبدأ نعمل مسابح ونعمل مسابقة بيننا وبنشوف من بيجي الأول. واحد، اثنين، ثلاثة. لا العموم يا جماعة، هذه فكرة جيدة، والله ننتج حاجة. يلا. بينك يا رجال، كم توصينا كم اتصلنا ولا حد رد علي. والله يا صديقي حالي، ايش اقول لك، مشاكل العمل ومسؤولياته، لكن تصور والله يقدم في البيت بيشكو مني. انا واثق كل الثقه انك لا يمكن تنسى زملائك. الله المستعان، خصوصا انت، والله انك على البال. قل لي، طمني، ايش الاخبار؟ اكيد انك عارف انهم اقالوني، وذي الحين خليك في البيت. يا سميح، انت متعود على هذه الامور، هم دائما يقيلوك وبعدها ترجع رجعه اعظم من الاول، انت ما ينخفش عليك. ما هذا المره مدري مدري. عموما انا جاهز تحت امرك، اي خدمه اي مساعده تشتيها اؤمر وانا جاهز. بالنسبه لي انا سهل،
لكن المشكلة إنها لغيري. يا أخي طيب ما هي المشكلة؟ فهمني، أقلقتني. قول يا صديق الحال، قبل قرار الإقالة وضعت خطة عمل لتطوير المؤسسة، ومن ضمن الخطة استقدام خبيرة في مجال العلاقات العامة والسكرتارية، وكما تعلم هذا الكادر يعطي وجه للإدارة، وجه جميل بالفعل، وفعلا استقدمتها. أيوة طيب هذا كلام جميل جدا، يعني أين المشكلة؟ إنني استقدمتها على مسؤوليتي الشخصية، وهذا قبل استكمال الإجراءات القانونية. أيوة والله يا عزيزي، الآن الخبيرة ساكنة في فندق على حسابي، ومرتب على حسابي أنا شخصيا، والآن ما استطعت أقول لها إنهم أقالوني، والآن أخوك في مشكلة خليها على الله. أبا والحل؟ والحل في يدك، إنك تساعدني وتبيض وشي ونردها بلادها. يا رجال حرام عليك، تقل الكوادر الوطنية ملال البلاد بتدور فرصة عمل، وانت جاي تقول لي استقدمت خبيرة في مجال السكرتارية والعلاقات العامة؟ بالله عليك في خبيرة في السكرتارية؟ قول سكرتيرة يا لو سمحت الآن وصلت سكرتيرة، تعزني وتقدرني أرجوك أني لا تشعل بأي شيء. حاضر. مرحبا أستاذ سمير. مرحبا، أهلا وسهلا. كيف أهلا وسهلا. الخبيرة حلا، الأستاذ مروان اللي كلمتك عنه. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ، شرفنا. أنا الحمد لله خلص، ما عاد بقي لي إلا أربع وأكمل. ما شاء الله، والله إني هذا خفيف، أسرع قضبت الأمور يا رجل. اللهم صل وسلم على النبي. أما أنا قد كملت، ها شوفوا جاهزة. شوف على حلا. ما قيد الله وحوش. ألو، مرحبا يا أستاذ، أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ها؟ صلاحيات التوظيف؟ والله ما عندي فكرة. إيش قالوا لك؟ ها؟ قالوا لك إنه كل الصلاحيات في أيدينا نحن. والله ما في أيدينا إلا خرز. شوف المدير العام، أيها مع السلامة، قال إنه كل الصلاحيات بأيدينا، قلت له ما في أيدينا إلا خرز. خرز خرز في عين اللي ما يصلي على رسول الله. وأنا عليك صليت يا محمد، صليت ما مليت يا محمد. وأنا عليك صليت يا محمد، صليت ما مليت يا محمد. وأنا عليك صليت يا محمد، صليت ما مليت يا محمد. صليت يا صليت يا محمد، صليت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه يا محمد، تفعلوا اسأل صاحبك يا معنى يا معي. الله يعينك. اسمعوا، أنا جيت أظلكم. نعم. المدير العام معكم معه اجتماع اليوم علشان موضوع لجنة التوظيف، مفهوم؟ اجتماع؟ أيوة اجتماع. صليت أنا صليت يا محمد، صليت ما مليت يا محمد، صليت أنا صليت يا محمد، صليت ما مليت يا محمد. الله يا أستاذ مروان، الله شو دمك خفيف ومهضوم. الأستاذ مروان طبعا دمك خفيف، ما كنا نشبع من جلسات. يا جماعة لا تخجلوني، بعدين أصدق نفسي. وكمان حباب وبتفوت على القلب دغري. ها؟ على فكرة يا أستاذ سميح، سميح على فكرة أنا كنت على حق في نظرياتك هذك حول السكرتارية والعلاقات العامة وتطوير العمل المؤسسي. أيوة أنا كنت على حق يا أستاذ مروان، قال لك كادر وطني. يا جماعة جلسة جاهرية فجرت في واحد بعض الأحاسيس، يعني أنا مش عارف أيش ينتابني دائما لو ما أتأمل أمامي قلص شاهي أحمر، أحس أنه هكذا بيذكرني بلونها الخمري بدموع امرأة عاشقة. ما معقول استاذ مروان كمان شاعر؟
منين بتجيب كل هالكلمات الحلوة؟ طبعا الأستاذ مروان شاعر من زمان. واضح واضح هذا الشيء أستاذ سميح، من دموع امرأة عاشقة. لا تؤاخذيني يا سيدتي، لا تؤاخذيني. ها أستاذ مروان، أنت أكيد بتحبوا لنزال أباني ما؟ طبعا. طيب اسمع هالقصيدة اللي قالك: لا تؤاخذيني فقد كان قضاء وقدر، قمرا كان فمن يقتل يا سيدتي ضوء القمر، وترا كان فمن يأخذ من العود وتر، مطرا كان فلن ينزل بعد اليوم مرة أخرى المطر. جيناك وشمم حالي. هذه شغالة خلتها بالفريزر لو ما ثلت. وهي وين الشغالة اليوم؟ الشغالة يا أختي العزيزة راح تحول لأهلها فلوس، وعاد تأخذ العيال من المدرسة وعاد ترجع. الله يسعدك أختي ويريح علىش في عيشتش. آمين. جسي، قولي لي كيف عاملنا بيت العمل؟ والله بصراحة يا أختي نبيل ما توظف إلا بسعدش، الله يخليش لنا أنتي وزوجش. الله يحفظك. انتي قلتي لي معك مشكلة اجي تحاكيني فيها، اي شيء؟ الله لا يهدي مشاكل يا اختي، بس نبيل يعني من يوم ما توظف وجالس على هذيك الوظيفة حاسب بصراحة الناس بتحرج بتقول لها زوج خالتك مدير، وانت كيف ترضى على نفسك بهذه الوظيفة وهي لا هي من قدرك ولا هي من مقامك؟ انت عارفة يا اختي ان نبيل ما بيجمع لنا شهادة سادس، اين عياخذوا بها؟ وانا عن نفسي تكلمت مروان، قال لي مروان ما تستعجلوش هو حيركب الوقت المناسب، لكن هي مسألة وقت وترتيب. أمانة على شختي تكوني تذكري هكذا دائما. من مروان؟ ها كلمتي عنده ما تنزلش الأرض، ويجي الصوت يطن في ذنه لو ما ينفذ لي أنا شتي. الله يا أستاذ مروان، الله جو دمك خفيف ومهضوم وكمان حباب وبتفوت على القلب دغري. خلاص يا جماعة، ملفاتكم مسجلة عندنا وبإمكانكم الآن تمشوا. ومتى بنرجع؟ متى ممكن يرجع يا أستاذ جميل؟ بعدين إن شاء الله، إحنا نجتمع اليوم ونناقش هذا الموضوع. خلاص، رجعوا بعد يومين ومعاملاتكم إن شاء الله تكون جاهزة. خلاص أوكي. يا مدير الملف عندكم من الصباح، ونشتي توقيعكم الكريم بس. الله يرضى عليكم، الناس منتظرين المعاملات. انا برضه انت برضه لك سنه بتشرح وانا داري ما تشتي. هذاك شيء سنه لما فهمت. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا مدير. اطلب لي شاهي وما تخليش احد يدخل علي. حاضر. ما اشتيش اشوف ولا احد. حاضر الله يحفظك. واحد شاي احمر في قبل الجيجة. حاضر. اطلب. ها يا عمدي. جيب 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 الين ما تفهموش. بيقول لك مش وقت الان، يعني مش وقت الان. ما هو مش وقت، مش وقت اي حين الوقت. يا اخي الموضوع مستعجل. خلاص يكفي كلام، كل واحد على مكتبه، معنا اجتماع بعد شوية. يلا لو ما ندعيكم يلا. لا حول ولا قوة الا. حاضر. مش وقت مش وقت. العجلة من الشيطان. نبيل شاي احمر في قلص زجاج للمدير، افهم الكلام وبس. شاي احمر في قلص زجاج للمدير. هذا القلص الاحمر في شاي زجاج. لا تمهد الشاي دخل المدير. يلا بسرعه. ها المدير. ايوه من الحين المدير يشرب شاي وانت ما عليك من الكلام هذا. صح يلا بسرعه. يا جميل يا جميل اكتب لي ورقه لهذا المدير. مش وقت مش وقت الطلبات الان. ما ادخلها معهم حن وحده. اوف كمل كمل. ما في كلام. خضعتك هذا كلمة خبيئة. كلمة خبيئة. ما شاء الله. مشي يلا مشي بسرعة.
تفضل يا مدير. ماشي يا نبيل. ولا شيء، بس امي بتسلم على خالتي. ماو يو ماما، قصدي امي بتسلم عليك انت وخالتي. الله يسلمك ويسلمها. كيف الشغل؟ والله الحمد لله. بس بس ماو بس يا مدير، والله العمل في البوفيه تعب. قهوه وشاهي وماء وحنفيات. لا تستعجل، شو ما بالله تجتهد وتشتغل، فرغ وقتك للعمل بدل حقك المقالب والكاميرا الخفيه السامجه مداري بكل شيء. والله يا مدير انا منتبه ومهتم في عملي، حتى اسال خلق الله كلهم. باين. وين كنت لو ما اكتسبت الحنفيه؟ وين كنت لو ما كان بيغرق الدنيا؟ هذا كنت مدري وينه. خلاص بس يلا خلاص، خرجوا عند حاجه مره ثانيه. يلا مع السلامه. يا مدير داري قالوا ان في حنفيات عندما الواحد يحط يده تحت الحنفي ينزل ماء، وعندما يبعدها من تحت الحنفي ما ينزل شيء. بكتاب الله؟ والله يا وانا ما دخلي، قصدي لو تشرى لنا من هالحنفيات نفعلهم بالبوفيه وفي الحمامات بدل ما يصير علينا مخرج. بعدها يا مدير مش انا داري ليش الحنفيات اللي هنا بتكسرن بسرعه. بتكسرن من الاهمال، بتكسرن من قله الاهتمام، بتكسرن من عدم الصيانه. حافظوا على الاولاد عدا يشتي جداد. يلا يلا مع السلامه. لا حاضر، خذ القهوه الشاي قصدي. يلا اهتم بعملك. هذا عادي وجاء باقي. قلت لك يا مدير حنفيه لما بتدخل يدك تخرج ماء، ولو ما تبعد يدك ما تخرج ماء. يا الله. ايوه نبيل نبيل يا عند المكتب يا جميل. ايوه استاذ. ادعي نبيل هذا، ادعي. طيب وليش ما حق على رئيس الاداره؟ قدم في الصاله. ايوه انا اجي لهم دحين. ادعي نبيل قبل ما امشي. جديدة هذه، أنا في يد تدخل يدك تخرج الماء، تبعد يدك. هذه. ألو حياك الله يا أستاذ سميح. أيوة موضوع الفهم. لا خلاص اركن علي، اعتبر الموضوع عندي أنا، شاحل موضوع الخبيرة بنفسي. لا ماشي، رقم تلفونها عندي، أنا شاتواصلنا وياها وأسوي هذا المسألة نهائيا. أنت لا عاد تقلق أبدا. أوكي؟ أي خدمة ثانية؟ الشكر لك أنت. يلا في رعاية الله. الله يرحم والديك. يا نبيل بيني اقول لك انا مشغول اشتي سيره صوت حقوق الناس. انت عارف ان انا ما اعرفش اقرا ولا اكتب كلمتين. انا لله وانا وهذا الكلام اكتب وهذا الكلام. هي ما ليش تكتب لك؟ اكتب الاخ الاخ. ها ما هذا؟ ها هذا نبيل، هذا الكاميرا خفيه. ها طيب شوف لا اشتبك عند المدير العام. خدعته انا نبيل المخادع. قلت لك عايش تجيب لي عند المدير العام، مشو دارنا المدير العام زوج خالاتي. يا سلام. مبارك. شكرا لكم على هذه الهدية، وانطلاقا من هذه الأجواء الودية الجميلة، أحب يا جماعة إني أقول لكم كلمة. أنا عارف إن بعضكم متخذ مني موقف وبيعتبرني سبب وراء شعوره بالتهميش الذي بيعاني منه، لكن دعوني أسألكم سؤال وأريد أن تجيبوا عليه بصراحة. هل هذا الشعور جماعي عندكم؟ لا ما قال هكذا، هذا مجرد هدية، واحنا نشكرك انك علمتنا واكسبتنا هوايات جديدة.
وطبعا يا مدير هذا بحمد الله وبفضل اهمالك قصي اهتمامك بنا اصبحنا الان بنقرا النجوم ونقرا الكاف ونطرز لو حبيته كمان. عموما تاكدوا ان رسالتكم وصلت وتاكدوا اننا سعيد جدا بهذا الصراحه الذي بنلمسها فيكم اليوم. هذه الصراحه اللي احنا فعلا بحاجتها وكنا منتظرين لها. هذه الصراحه اللي عتكون من اليوم بدايه ومنهج لعملنا القادم ان شاء الله. ولكي اؤكد لكم على صدق نيتي انتهاج هذه السياسه، انا منذ هذه اللحظه لا تعتبروني الا واحد منكم. يا سلام، كلام جميل. لا 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 لا، العفو، بس انت المدير العام وانتم مدراء. انتم ايش دحين مدراء؟ كل واحد في مجاله واختصاصه. من اليوم لا مركزيه، كل واحد منكم يمارس سلطته ويتحمل مسؤولياته. اخي النائب. خير ان شاء الله. من اليوم كل خير ان شاء الله، لو سمحت وتكرمت تفضل رئاسة الاجتماع. استغفر الله، لا لا لا، مش لهالدرجة يعني صلاحياتي يا استاذ. صلاحياتك ستكون اكبر من هذه الدرجة، ارجوك تفضل. تفضل. مبروك. مبروك. اكتب وقد أقر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع تزكية مقترح المدير العام بأن يتولى الأخ النائب رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة ابتداء من تاريخه. أنا أشكر كرمكم يا أستاذ. إذا سمحت يا رئيس الاجتماع، سؤال بس، ما هو أو ما هي أهم قضية في جدول عمل الاجتماع اليوم؟ والله يا أستاذ مروان، أهم قضية في هذا الاجتماع هي قضية التوظيف. التوظيف. أنا لو تسمحوا لي كان عندي مداخلة في هذا الموضوع. تفضل. تفضل يا أستاذ مروان. أنا اليوم بالصدفة وردني مقترح من إنسان موظف بسيط عندنا. مقترح. تفضل. المقترح من المراسل نبيل. حقيقة أعجبت به وفضلت أنكم لازم تسمعوه منه بشكل مباشر. إذا سمح رئيس الاجتماع يمكن استدعاء المراسل نبيل. أخ جميل، استدعاء المراسل نبيل. كنت أتمنى أن هذا الاقتراح يأتي من واحد منكم أنتم. أنتم المدراء المسؤولين، لأنه يحمل فكرة جديدة، وإحنا أصلاً بحاجة إلى الأفكار الجديدة اللي تميزنا عن الآخرين. وأصلاً هي هذا الاستراتيجية اللي نريد أن نتعامل بها مع قضية التوظيف، التميز عن الآخرين. نبيل، لو سمحت خذ مقترحك وقراه على الإخوة أعضاء مجلس الإدارة. من غير ما أقرأ أنا حافظه. تفضل. قالوا إن في حنفية لما الواحد يحط يده تحتها ينزل منه، لو ما بعد يده تحت الحنفية ما عاد ينزل شيء. ليش ما تصير لنا من هذه الحنفية؟ والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا نبيل. تحتاج الاجتماع نبيل؟ لا لا شكرا، تفضل. خلاص، شكرا لك. هذا الموظف العامل البسيط بثقافته المتواضعه حز في نفسه انكسار الحنفيه
وإهدار الماء تسرب هذه الثروة الوطنية العظيمة من بلادنا. إيه بس يا حضرة المدير، أنت هو الأخ رئيس الجلسة، الحنفية أنا قد صلحتها على مسؤوليتي الشخصية. صحيح، وهذا جهد تشكر عليه، لكن صلحت أنت حالة طبعا. هو فكر في عدم تكرارها مستقبلا. وكمان هذا نظام جديد ومتميز اسمه الحنفية الذكية. الحنفية الذكية. موافقين؟ نعم موافقين. يا جماعة، نحن على أعتاب اتخاذ أول قرار تاريخي برئاسة النائب، وهو اعتماد الحنفية الذكية. صحيح؟ نعم. أكتب عندك يا جميل، وقد أقر الأعضاء بالإجماع اعتماد الحنفية الذكية برئاسة النائب في مؤسستنا، وعلى أن يكون التنفيذ والإشراف مناط بالأخ رئيس الاجتماع الأخ النائب. جميل. قرار جميل، قرار رائع. رائع نعم. حقيقة أنا بفكر من الصراحة هذا الموظف البسيط اللي طرأت على فكره هذا الفكرة العبقرية في رأسه، أنا لو منك يا مدير الشؤون الإدارية والله لا أتردد في إنه أصرف له مكافأة. أنا إذا سمحت لي أختم يا رئيس الاجتماع. تفضل. أنا أنهيت المداخلة اللي كنت أريد أن أقدمها. وعلى ذلك أقفل المحضر. قبل ما تقفل المحضر باقي معي حاجة استثناء. تفضل. أتمنى أن احنا نلتقي في اللقاء القادم، وقد فكرنا واستطعنا أن نتوصل إلى أفكار جديدة وخلاقة مثل هذا المراسل، ترتكز على عنصرين رئيسيين: التجديد والتميز. هذول العنصرين الرئيسيين أتمنى أن يكونوا العنصرين اللي نبني عليهم كل خططنا المستقبلية في العمل. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعلى ذلك أقفل المحضر. لا تفضلوا إلى مكانكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لحظة. مالك اليوم؟ ما هي الصلاحيات هذه اللي تشيت عملها لهم؟ ليش أنا فهمت؟ اسمع وركز. أنا بنخطط لاستقدام خبيرة في السكرتارية والعلاقات العامة. دخل هذا الكلام في راسك وتصرف على أساسه. يلا. يعني كيف؟ أقول لك كيف. لكن يلا إلى مكاتبكم. لا عاد في مسابح ولا عاد في شيء. تفضل. مسرح يا أستاذ. خلاص يعني ما تعرفناش. عاد إحنا نتعرف عندنا ناس صداقة وبزنس وشغل. ولا خلاص يعني قد رأس الاجتماعات وقد عندك صلاحية إنك تكون رئيس لجنة المناقصة حق الحنفيات. طيب وأنتم تكرهون الفائدة؟ لا ما نكرهلكش الفائدة، بس مش من نذرين بيساعدها يلا على مكاتبكم شوية. يا عزيزي ما نكرهش الفائدة. أيوة. لكن شيء جميل لما طالك هذه الصلاحية. نعم. لا تنسى هذا الشيء. طيب أنتم بكرة قدموا مقترحات التوظيف كما قال الأخ المدير العام، وإن شاء الله بيكون كل خير. حاضر. تفضلوا للعمل. يلا بسرعة. أعجبك الشاي؟ هل ترغبين ببعض الحليب؟ وهل تكتفين كما كنت دوما بقطعة سكر؟ وأما أنا فأفضل وجهك من غير سكر. أكرر للمرة الألف أني أحبك. كيف تريدينني أن أفسر ما لا يفسر؟ دعيني أقول بكل اللغات التي تعرفين ولا تعرفين: أحبك أنت. مروان. يلا يما معه. ما تشتهي تشي جماع؟ ما اشتيش جن؟ مالك متنرفز أو غلطنا عليك؟ لا مالش، نكزيني هكذا الناس يتنحنحوا يقولوا والله الله مروان شي جماع.
أحسن عمني بدتي لي العسل المشهد متقطر شمام بالله. لك يا ميت مرحبا، لك يا ميت وردي استاذ مروان، طمني عن اخبارك، كيفك انت؟ ولي على قامتي، معقولة؟ هيك عم يعصبوك؟ بتعرف استاذ مروان؟ لو اني جنبك ما خليت حدا يعصبك ابدا. على فكرة أنا حاسس إنه أنت اللي كنت بنبحث عنها من زمان، وحاسس إن احنا عم نتفق على أمور كثيرة، يعني في مسائل العمل. ان شاء الله بكون عند حسن ظنك فيه. على العموم انت جهزي ملفك بكره، وانا ان شاء الله الصباح امر عليك واخذه معي. ايه مو تكرم عيونك استاذ مروان. صحيح استاذ مروان، انا هيك معي هديه وحابه اقدم لك اياها، يا ريت تقبلها مني. شكرا كثير لك. يلا مع السلامه، تصبح على خير. وانت من أهله. شوف، أنا دعيتك اليوم لأنني بين أحبك، واشتيك تكون عند المدير العام الشخص رقم واحد داخل المؤسسة. الله يخليك، الله يخليك يا أخ جميل، وأنا فعلاً أتمنى أكون هذا، بس ماني منحك الصلاحيات والفرصة يا أخ جميل. الفرصة عندك، والمدير بيحبك وحاسس بقدراتك، وفعلاً فعلاً المدير العام ناوي يعطيك صلاحيات، بس لازم تحرك عقلك ويكون عندك مبادرة. إذا كان هذا يا أخ جميل أنا مستعد للمبادرة من اليوم. أنت عارف اليوم بعد ما تمينا الاجتماع المدير المالي دخل عند المدير العام وقدم له مقترح بخصوص التوظيف. ذكي أحمر عين، يشتي يكسب الحظوة عند المدير العام ويفوت الفرصة عليكم. لكن المدير العام إنسان وفي، بيحبك، بيحبك قوي. صور إيش قال لي؟ قال آخ أخي يا جميل، لو كان جاني هذا المقترح من المدير الإداري ما كانش عايحسب له ولا لا؟ أمانة أمانة، تقول لي ما هو المقترح الذي قدمه المدير المالي؟ المقترح يا سيدي الذي قدمه المدير المالي هو استقدام خبير في السكرتارية من الخارج. خبير السكرتارية من الخارج؟ فكرة ذكية وجديدة، والمدير العام يعجبه مثل هذه الأشياء وبتلفت انتباهه. ما شاء الله يا ابني ما شاء الله، وافقوا يصرف لك مكافأة 35,000 مرة واحدة؟ علشان تعرف ان ابنك طحطوح. الله يخلي خالتك، مسكينة تعبت وقنعت زوجها وجلست فوق راسها لما وافق يصرف لك المكافأة، المفروض انك تتصل لها وتتشكرها. صح، بس ما قبل ما اتصل لها انا عشيش تشوف لي هذا القلم، دري انه انا ما بي يكتب شيء. اهمسي انا خانة يا ولدي، ما هو ذي ابني كهرباء؟ حرام عليك ابني، متى عدت عقل متى؟ الله اكبر علي، ما فيني مشيطنة. ايوه، بس المدير الاداري هو الذي رفع المقترح للمدير العام، ولان المدير العام بيحبك صور اشكا تالم كثير كثير وقال اخ اخ يا جميل، لو كان جالي هذا المقترح من المدير المالي ما كانش عايح حساب لصالحه واكون مرتاح اكثر ولا لا؟ مسكين. ايوه، والحركات القرع فعلاً حركات قرعة، لكن مش مشكلة. أنت فوت عليها الفرصة وارفع في تقريرك بكرة لرئيس الجلسة باقتراح باستقدام خبيرة في السكرتارية والعلاقات العامة من الخارج، أفضلنا الخبير الذي طلبه، وبهذه الطريقة
عاتثبت للمدير العام إن ما فيش واحد بيفكر زيك أنت. وأنا جميل، أنا الذي عاد أزكي مقترحك عند المدير العام. ابشر ولا يهمك. بس ها وباه. أيوة. انتبه، يعرف أحد بالحوار الذي دار بيني وبينك. ولا يهمك، ولا حد يعرف أبدا. كلام جميل، هذا كلام ما يراعيش للصبح، والله ما يراعي للصبح. ساعة البسطة لا تفوتك. ألو، أهلين أستاذ مروان، شو لساتك سهران لهلا؟ إيه سهران يا أنسى حلا، ومش هالليلة بس، كل ليلة على هذا الحال. بنفكر في واقعنا وتأمل حال الأمة العربية. يلا يا أستاذ مروان، شو قلبك كبير، يعني مو بس شايل هم البيت والشغل وكمان هم الأمة العربية. شوي شوي أستاذ مروان، شبنا حال الأمة العربية فظيع مختل. تناسينا تاريخنا وأمجادنا وحلمنا الكبير في الوحدة العربية. صدقي احنا كما قال نزار قباني، اسمعي اسمعي، خرجنا من الحلم الوحدوي الكبير لندخل ثقبا صغيرا يسمونه الطائفة، ونحن وقوف كأعمدة الكهرباء نحدق مثل البهاليل نحو السماء، تمر القطارات من جنبنا، تمر الحضارات من فوقنا، تمر الزلازل من تحتنا، فلا نتأمل شيئا ولا نتعلم شيئا ولا نتذكر شيئا، ونلبس جلد النمور ونحن حمام، ونزعم أننا جبالا، ونحن نطير بكل اتجاه كريش الحمام. لا لا، لحد هون وحاش، هيك بلشنا ندخل بالسياسة ها؟ صح صح كلامك صح صح. يلا صباح على خير، أشوفك بكرة ها؟ أشوفك بكرة، مع السلامة. إننا سنتذكر هذا اليوم دائماً.
وسيكتبه لنا التاريخ بأحرف من نور. إن قدوم مثل هذه الخبيرة الأستاذة حلا وهذه الكفاءات الفنية النادرة حتما ستعمل على تعزيز قدراتنا وستحدث نقلة نوعية في مستوى العمل والعاملين. وأنا أرى أن يكون هذا اليوم مناسبة سنوية نحتفي بها بقدوم الأستاذة وخبيرتنا حلا. شكراً الأستاذ النائب، حقيقة مقترح رائع وأتمنى أنك تقدمه بشكل مكتوب. وأنا بدوري أزكي مقترح النائب بالاحتفال سنوياً بيوم القدوم للخبيرة حلا، وكذلك إصدار طابع تذكاري يحمل اسم وصورة الخبيرة حلا. هذا أيضاً مقترح جميل جداً، أتمنى أيضاً نقدم بشكل مكتوب عشان نباشر في إجراءات التنفيذ. يا جماعة يعني شو هالمطف وشو هالكرم وشو هالأخلاق، يعني حقيقة يعني خجلتوني. حضرة المدير المالي. نعم. ما الترت هذه صغيرة ومش مليان العين؟ إيه بس يا مدير، أنت قلت نتكشف. تكشفنا اليوم. بس الثانية بعد عن. أنت تستاهلي هذا وأكثر. على فكرة يا جماعة، أنا أدعوكم الآن للاحتفال بالشمعة الأولى لوجود ضيفتنا حلا. أحسن شوكولاتة عندك. أهلاً يا نبيل. أهلاً. أحسن شوكولاتة ب200 ريال يا نبيل. عادي عادي ما في مشكلة. حاضر. هذه شوكولاتة. ما عاد أدي لك؟ زيد حبة شقارة. أدي يا أحمد حبة شقارة. وهذه حبة شقارة. تفضل. دحين افتح لي حساب عندك وسجلن علي لو ما أستلم المكافأة. تمام. نبيل. بدي أعطبك أستاذ مروان. ليش؟ بدر مني حاجة ما عجبتكش؟ لا لا معاذ الله أبدا، بس يعني مو معقول يا أستاذ شخص بمكانتك وقيمتك ومركزك ويكون عنده سكرتارية بهالشكل. كأنك حطيت يدك على الجرح يعني سحلة. أصلا أنا في هذه المؤسسة بنشتغل لوحدي، لا حدا بفهمني ولا حدا بيحس بي. إيه لا 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 لا، هيك بدي أزعل منك كتير. ها من يوم ورايح تعتبرني على طول معك، بعدين هاي الشغلات كلها خلص تترك علي أنا. وهذا شيء اللي أنا واثق منه ومتعشم فيه، ولذلك من اليوم ورايح راح أعطيكي صلاحيات ما ممكن أعطيها لحدا غيرك في المؤسسة. متأكد؟ لو تعرفي كم قاسيت وعانيت يا أنسة حلا علشان أستقدمك لداخل هذه المؤسسة. تفضلي تفضلي سريع. أنا يا أنسة استخدمت أساليب مشروعة وغير مشروعة، ضحكت على الناس، تحايلت على القانون، عملت مخالفات. هذا الملف فيه كل هذه المعاناة اللي عانيتها عشان أستقدمك وتكوني جنبي داخل المؤسسة. فضلت على راسي أستاذ مروان، يعني عن جد ما بعرف شلون بدي أردلك هالجميل. لا جميل ولا شيء. صحيح؟ أنا كنت كاتب فيكي قصيدة شعرية. لا والله عن جد. لا والله عن جد. أنا كنت ناوي ألقيها في الحفلة. لكن فضلت إني ألقيها لوحدك أفضل. معقول يا أستاذ مروان قصيدة شعر فيي أنا؟ اسمعي. ألو. وعليكم السلام. الخبيرة؟ عادي في مكتب المدير العام. خلاص خلاص، أول ما تخرج خليها تجي رأساً إلى مكتبي، لأنه في عندي صحفيين يشتي يقولوا معنا بعض الحوارات واللقاءات الصحفية. ها؟ أيوة أيوة، بعد ما تخرج خليها تجي لما مكتبي رأساً. تمام؟ طبعاً يا إخوان
أنا دعوتكم لأنكم بتجدوا بهاب الخبيرة مادة حقيقية ونادرة. وأنا أشتكم تركزوا لو شوية، إننا أنا كنت وراء فكرة استقدامها إلى هنا. طبعاً وبعدين ستكتب هذا في مقالتك. حاضر أستاذ. فاهمين؟ وآخر قولي مثل ما قلت أولاً، أنت يا حلا حلا. يا الله يا أستاذ مروان، شو هالشعر الحلو؟ تعرف أستاذ، أنت لازم تتفرغ لكتابة ديوان شعر. وخلص دار النشر ببيروت ترك علي أنا، أنا بتواصل معه. الله يخليك يا ستي، مو لهالدرجة. لا لهالدرجة وأكثر أستاذ، بعدين يعني التواضع مش شيء من العظماء. أي تواضعتكم كالنجم إذ لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. لك تقبرني يا أستاذ مروان، لك شو هاللسان الحلو؟ أستاذ تعرف شغلة؟ بتسمح لي إني أروح أعمل زيارة للمكاتب؟ طبعاً المؤسسة كلها تحت أمرك، دقيقة بس أنا دي مدير المكتب رافع. لا 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 ما في داعي إطلاقاً، خلاص أنا بروح لحالي. يلا عن إذنك. مثل ما بتحبي، تفضلي. عن إذنك أستاذ. تفضلي. حلا حلا حلا. يعني ما بدي اخفيكم سر واكذب عليكم واقولكم انه السكرتاريه عجبتني. ليش يا استاذه؟ بعدين بقول لك، بس هلا بدي منكم شغله واحده بس. اتفضلي. بدي كشف اسماء كل الموظفين الموجودين بالشركه وسيرهم الذاتيه كمان. مفهوم؟ مفهوم يا استاذه مفهوم. اتصل لك نائب المدير اكثر من مره وقال انه الشيء ضروري. وشو بده؟ قال ان في بعض الصحفيين بده يفعلوا معك بعض المقابلات. ايه ليش لا؟ مو تكرم عيونه؟ يا رب. استاذه ايوه ممكن اوصلك لعندك؟ لا 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 انت خليكم شغلك. يلا ايه ها وصلت. الله يستر. بس صباح الخير يا استاذ. اهلا صباح النور. كنت انا باجي لعندي ليش تعرفش بنفسي؟ انا اسمي نبيل. نبيل اسمك حلو. وخالتي بشرى زوجة المدير العام. والله والله خالتي بشرى اخت امي فاطمه وعد معي خاله في البلاد اسمها تقوى. تشرفنا. سرت لي شغله. ولك تقبرني يا نبيل شو حبك؟ من غير شرف. خلاص انا عاد ارجع. هذا حين نظام ما عبش فوضى مع خبيرة فوق راسك. اشتيك انت وهدى اي حاجة تطلبها منكم تنفذوها على طول وبدون تردد. حاضر يا مدير. ايوه خلينا نقع مثل العالم والناس. مرسي كتير لألكن. مرسي لألكن حبايبي. بس هلأ بدي منكم شغلة واحدة بس، بدي اسم البرنامج رح انزل فيه واسماء المجلات والجرايد رح تنزل لقاءاتي فيها. لا تقلقي يا أستاذة حلا، خلي هذا الموضوع علي أنا، وأعرف في مجلات وجرايد وصحف مني أنا، وإن شاء الله بكرة بيبدأ النشر باللغة العربية والإنجليزية. ولا لا يا شباب؟ طبعا يا استاذ. يلا تفضلي يا استاذ احمد تصوري معي. زيد الصور كمان. ايوه زيد الصور كمان. اصلا بحكم خبرتي الماليه والاداريه الطويله وجدت انه مش ما فيش معانا فكره لتطوير النظام المالي والاداري داخل المؤسسه الا باستخدام خبير او خبيره يكون اجنبي يكون عندها الفكره على الابتكار والابداع والتطوير. وطبعا هذه الفكره ما جاءت من فراغ ولا جاءت من صدفه بل بسهر وتعب الليالي والايام والشهور. طبعا هناك ايضا افكار كثيره في هذا الراس لكن ان شاء الله ان شاء الله نوجد الفرصه المناسبه ونخرجها للنور. وين الخبرة هذا الآن؟ لا قصدك الخبيرة. الخبيرة موجودة الآن لحظات وهي عندكم. على العموم نحن هلأ بلشنا بخطة إدارية محكمة ومدروسة لحتى نعرف مواطن الخلل الموجودة بكل فرع. طبعاً كل هذا مشان نطور مستقبلنا.
ألو. مثل ما قلت لكم بالضبط، احنا مستنيين. يا سلام يا سلام يا سلام، لانها ستاتي وتطور النظام المالي والاداري. الله ينور الشاشه. كيف استخدمها؟ ميرسي كثير لك استاذ مروان. اول مره اشوف الشاشه حلوه بهذا الشكل. وبعدين ايش الكلام الجميل وايش الطله اللي تجنن. عن جد خجلتني. بس كمان إلي برنامج تاني بالتلفزيون وبالإذاعات المحلية، وهلأ بعد 10 دقايق إلي برنامج بالإذاعة. يلا بسرعة، باي. فجرة الراديو وينو؟ في المطبخ. طيب كل حب حب. نعد معيش خبر ثاني غير الحب حب والترنج والعنب والكدم. لا شي تاكل حب حب ولا شمع ولا ترنج، كم ما تشتي تاكل؟ تعلمي تعلمي تعملي شغلات تفوت على القلب دغري. شجملي ايه. واحد شاهي احمر في قلز جلجة. شاي أحمر في قلص زجاج وتفوت على القلب الدغري. منين بدي الكلمات هذه؟ ولك تقبرني يا نبيل شحنطة. اللهم صل على محمد. نبي مالك ابني بتضحك لوحدك؟ ذكرت نكتة. آه نكتة. يلا قم نتعشى سوا بعدها كلمني عليها. تمام؟ طيب. ما قلت ليش يا ابني؟ ليش من ساعة ما رجعت من العمل وانت جالس لوحدك في الغرفة؟ يما يما ايش معنى تقبرني شو حبة؟ ما هو؟ بعدين يا اخي بعدين. عم لك بالمكتب. يلا انت وياه شباب خليكم واقفين برا. يلا بعدين كل واحد فوت جوا بنظام. نظام يعني نظام بهالشركة. يلا صباح الخير. صباح النور. قاعدين الشباب الموجودين برا وقدمي لي معاملاتهم بهدوء وترتيب. يلا اوكي. ما قلت لي تفضل وين العصفور اللي اشتريت لي اياه؟ موجود جيبه. وهذا العصفور. ياي شو حلو لجنة. عجبك؟ شو اسمه؟ الأنيق. الأنيق؟ فعلا الأنيق يا سيدي كتير حلو. حتى اللون القفص مع لون العصفور بيعطيك عالي. برافو عليك. جميل. حط لي اياه جنب الترتيب. ولا يا ساعة على شنو؟ حاضر تفضل. يا مدير يا مدير. كلمني انا. فتاك الله من تيك هليب. ما معكم؟ معنا شكوى ونشي نقدم لك. قدموا على الخبيرة. انت المدير العام وشي نقدم الشكوى لها عندك يا مدير؟ خذ لي كلام قدمها للخبيرة. ليش انا خبيرة؟ انا سمعت ان هذه الخبيرة هي هنا الكل في الكل. الكل في الكل ولا مش الكل في الكل؟ حقنا عن خرج من عند اي حد. يظن يلا بعدين عند الخبيرة. السلام عليكم. اهلا يا نبيل. اديت الفلوس اللي عليك؟ قريب والله انك عايش في المكافاه هذا لي. قريب ولا بعيد يا نبيل؟ انا اشتي فلوس. نعم. انت داري ان علي ديون للمحل. نعم نعم. دحين دي لي 200 شوكولاته وحبه شقاره. ندي ب 200 شوكولاته وحبه شقاره. يا سليم ادي حبه شقاره. تفضل. وهذه حبه شقاره يا نبيل. نبيل انا عاد ارجع اشتكي بك للعمل. حاضر حاضر والله. اول ما يصرف المكافاه اجي احاسبك على طول. صباح الخير. صباح الخير. بالله جيب العصفور لهون جميل. تفضلي استاذ مروان. هذا العصفور اشتريت لك. بدي اياك تحطه بمكتبك لانه بيلطف لك الجو وبيستحضر لك الصور الحلوه. يا ستي اذا كان على اللطف والالهام هو بيزداد كل يوم من يوم ما جيتي. شكرا كثير استاذ مروان. كيف الشغل؟ منيح. اشوف
المراجعين كثير عندك، تحبي اساعدك؟ لا لا لا، انت ما بتساعدني بشي بالمره، انت ما عليك غير تقعد بمكتبك وتكتب شعر. بعدين استاذ دار النشر ببيروت عم تستاجر لي كثير بديوانك جديد. بعدين كرمال عيوني استاذ، اشد حيلك شوي. عيونك يا اميره. جميل. يا سلام. خذ القفص مع الاستاذ مروان على المكتب ويلا. حاضر. ولاقي لي ابنه منيحه تحط فيها العصفور. حاضر. ده ليش المرتب ناقص؟ تم الخصم على الموظفين كلهم. وليش ان شاء الله؟ علشان نوفي راتب الخبيره. يا سلام يا سلام، ومن رواتبنا احنا؟ قد حرمتونا من المكافآت وحرمتونا من كل شيء، مع دخلنا من الخبيره هذا. وفوا لكم مش على حسابنا. ايوه. يا خبرة ما افعل لكم انا، ما اسوي لكم، سيروا اشتكوا، ما اسوي لكم انا، انا مشغول الان يلا. ايوه مساك مرتب. هاي سيروا اشتكوا. وفي الاخير يلغوا الوظائف بدون ما احنا عارفين ايش السبب. بتعرف؟ ما عم بفهم شيء بالمره. الان يا استاذه لازم تشوفي لنا حل سريع. هذا حقنا ولا يمكن نتنازل عنه ابدا، ولو نوصل الموضوع لاكبر مسؤول ونفتح تحقيق في هذا الموضوع. لا لا لا، شو هالحكي؟ خلص شو بدكم؟ ما بدكم حقوقكم؟ أيوة. انا رح احصل لكم حقوقكم وكمان بالقانون. بس يعني شوية وقت. يعني خلص الشكوى عندك لما تشوفي لنا حل. اوكي ماشي، تكرم عينك وعينا. خلاص يلا اوكي، مع السلامة صالح. الله معكم، مع السلامة، باي باي. نبيل اجيت بوقتك تماما. نبيل بدي منك خدمة صغيرة. انت امري وانا انفذ. بتعرف نبيل عن جد انت احسن واحد بكل هالشركة، وبعدين انت كأنك بتبادلني نفس الشعور. وقسم بالله وقسما بالله وراس امي ان انا ابادلش نفس الشعور. مزبوط نبيل. نبيل شفت الشابين والبنت طلعوا من هون؟ يا ولدي عاد مخرج ولا؟ ايه تمام، بتروح وراهم فورا بتعطيهم هذا الملف وبتقول لهم هذا الملف من واحد كثير بخاف على مصلحتكم. حاضر الان. نسيت. شفت انك بتبادلني نفس الشغل؟ مرة ولا كل. يا شباب هذا الملف من واحد خايف على مصلحتكم. وشكرا. هذا الشكوى حقنا وهذا مستند. يا سلام. قري قري. ايوه اقراها هارون. اقري. قلت لكم الحق ما يضيعش. الحمد لله انه عدوا في ناس خيرين في هذه المؤسسه. يا سلام يا سلام. ماذا الحين جوانا اقول لكم كيف نخرج حقنا؟ بيدنا ادانه صريحه واثباتات عليهم. بعدين السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا الراتب حقكم، انا اطرحه. هذه 500,000 وهذه 200,000 وهذه 100,000. هلا شو عم تساوي انت؟ وهذه 100,000. بنعد لكم الراتب حقكم. اخي فهمنا، بس ليش ما حولتوا على الدولار؟ بالدولار؟ ايه ضروري. طبعا ضروري. ان شاء الله نروح انا وانت بعد الدوام ونتصرف وغيرنا، ما في مشكله. صباح الخير يا عمدي. صباح الخير يا عمدي. صباح النور يا عمدي. اهلا وسهلا. نعم تفضلوا، هذا توجيه من الخبيره باعاده الخصم الذي خصمتم من المرتب حقنا. يا سلام سلم. وانا من نصرفه لكم. مش انت المدير المالي؟ ايه. وهذا توجيه من الخبيره، فلازم لو سمحت الان تصرف لنا. لازم يعني اصرف لكم. حاضر تفضل. رمسة. ايوه تمام. تياقنا انا داري بخلك لكن انا شحولكم الان لا عند نائب المدير العام ولا عند المدير الاداري. تمام. وهم يشوفوا كيف يصرفوا لكم، لانهم هم صاحب المقترحات ولانهم السبب في هذا كله. انا ماليش دخل. والله هذا الشيء بينكم يا عمدي. انتم اخبار. هلا كل هالوراق سلفه لنبيل من دكانته. ايوه ديون نبيل كلها من دكانه عمة مهيوب، وبعدين هات دين هات سلف الين استلم المكافاه الين اجر المكافاه. والله لا شفته ولا شفت مكافاه. بعدين قالوا لي انه اليوم استلم المرتب، والله لا جاني ولا شفته ولا ادى حقي. هات ورجيني. تفضل.
اوف 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 شو هاد؟ شوكولاتة ب 200 ريال. حبة سجاير 5 ريال. شوكولا 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 شوكولا. هلا الكشف كله على الحالة؟ ايوه كل يوم شوكولاتة ب 200 ريال وسيجارة دخان ب 5 ريال كل يوم. خلاص خلاص ما تعتلهم. هلا اكتب لي شكوى باسم نبيل وقدم لي اياها فورا وانا بعرف اتصرف معك. طيب وانا من فين اصرفها لكم؟ روحوا عند المدير المالي وهو يعرف متى وكيف يدبرها لكم. ايوه 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 ارجعوا لعنده ولا تصدقوا شو المدير المالي. والله ما احنا ما نقدر نفعل لكم حاجه. انا من رايي ترجعوا لعنده. ايه اسمعونا لا تمكنونا ايش من الاول للثاني عن سر اشتكي بكم لعند الخبير الحلا تشوفنا اصرفها معاكم. انا من رايي تشتكوا بالمدير المالي. يلا يلا يا جماعه روحوا لعند الخبير الحلا. يا سادة صرت سلمت لهم الملف وقلت لهم مثل ما قلتي لي. طيب ماشي كثير برافو عليك. نبيل تعرف مين كان عندي اليوم؟ صاحب البقالة جلهانة. ايه اجى لهون وقال بده مصاري. ايوه انا استلمت الحين الراتب بروح احسب لهم. يلا بسرعه سلموا المصاري احسن ما يرجع يجي مره ثانيه. اذا اجى مره ثانيه لهون يا نبيل شو بدي اعمل فيك؟ بدي اعاقبك ها؟ لا لا انا بروح احاسبه. يلا روح. وانت ما نسيتي شيء؟ لا ما نسيت شيء. يلا سمبوار. أول مرة بتقولي تقبرني شو حبب، ثاني مرة بتقولي ما في حدا أقدر أعتمد عليه من أساسه غيرك، ثالث مرة بتقولي نتبادلني نفس الشعور. إيش معنى هذا؟ أكيد أنت بتحبني. أيوة هي بتحبني مثل ما أنا بين أحبها. خلاص ما دام هي تحبني وأنا أحبها ضروري أروح أخطبها قبل ما واحد يجي يخطبها قبلي. صح يا حلا ولا ماشي؟ ترى صح. أهديتني عصفورا أهديتني عصفورا أهديتني عصفورا جميلا 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 وصغيرا 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 وهو مثل قلبي أسيرا وهو مثل قلبي أسيرا. أهديتني عصفورا جميلا وصغيرا وهو مثل قلبي أسيرا. وهو مثل قلبي أسيرا 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 أسيرا. فأنت أسرتي
أسرتي قلبي مثل ذلك العصفور. الله 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 الله، مثل ذلك العصفور. فأنت أسرت قلبي مثل ذلك العصفور. أنت يا حلا. أهديتني الحكينا يا أستاذة. شبك شو صار عليك؟ لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جاءوا وأخذوا نائب المدير والمدير المالي والمدير الإداري. إيه شو يعني؟ أنا أدريك بس أدخل أكلم المدير العام. لوين رايح؟ خليك محلك، يلا روح على مكتبك، أنا فوت لعند المدير العام. حاضر. أستاذ مروان عن جد ما كنت متوقعة أبداً يطلع منك هيك شيء. يا عزيزتي الإدارة شطارة، وأصلاً أنا كنت متوقع أنه يحصل لهم هذا الشيء، لأني أنا اللي خلاهم يرتكبوا كل هذه المخالفات القانونية. حققت أهدافي واستفدت واستقدمتك لداخل المؤسسة وطلعت منها زي الشعرة من العجين، وكله بالقانون. عن جد انك بهلوان زمانك، بس الهيئة صار لازم يخاف منك استاذ مروان. انا صحيح خطير وما برحم، بس مو معك للناس. الناس اللي احبهم مش لازم يخافوا مني ابدا، وانت اول الناس. لك الله يخلي لي اياك. حلا، أيوة حلا، من يشي الحلا لازم يشوف البلاء. هذا هو يوم واحد صلاحيات فقد وقع بنا موقع. كيف لو عاد أسبوع من الصلاحيات؟ أكيد كان حيقع إعداء. وصدقنا المدير العام، لو ما وقع الفاس في الرأس. بعد نحن نصلح مسابح، قلتم لا تشتوا صلاحيات. آمن يا أخي، تعال الله يحفظك، بس لنا من يدينا شاي. حققت أهدافي، استفدت، استخدمتك للمؤسسة وطلعت منها زي الشعرة من العجين، وكله بالقانون. مو بس هيك أستاذ، كمان معي مجموعة من الوثائق والمستندات اللي طلبتها مني. تفضل. عظيم، وهو هذا اللي نشتيه، وثائق وحقائق نقدر من خلالها نطبق القانون. الأستاذ سميح، كيف نفعل معك يا أستاذ سميح؟ أصبر الأمور. صباح الخير. أنا اليوم هكذا أتكلم ديرك العام. كنت المدير العام. كنت ولا زلت. اصحى نفسك يا جميل وعرف ايش بتقول. اصحى أنت. أنت عزلوك. ايوه. متى حصل هذا الكلام الفارغ؟ هذا الكلام حصل اليوم الصباح، عزلوك وعينوا واحد بدلك. ومن هو الذي عينوا بدلي؟ الذي عينوا بدلك؟ ولا
لا اقول لك اقرا وانت عتقرا طلب. سميح؟ ايوه سميح. سميح بدلي انا؟ سميح بدل ايش الكلام الفارغ هذا؟ ايش اللي بيحصل؟ وين الخبيرة هذه تسربها؟ وين يا حلا؟ هي الخبيرة، صير دور انت، قال لك وين يا حلا؟ خبيرة هي دور لها الخبيرة هنا. معك واللي معك حساب عسير. يا ليلي يا ليل 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 ليلة الليل يا ليل ليلة كل تروح ليل وانا مكاني يا خبيرة زماني جد وشلت مكاني يا خبيرة زماني يا خبيرة زماني جت وشلت مكاني يا خبيرة زماني جت وشلت مكاني جت وشلت مكاني ليلة الليل يا ليل ليل كل تروح ليل وانا مكاني ويا خبيرة زماني جت وشلت مكاني جت وشلت مكاني يا خبيرة زماني جت وشلت مكاني يا خبيرة زماني جت وشلت مكاني من هالعين وهالعين. حاضر كيف ما أسلم. لو سمحت الأستاذ أحلى تفضل موجود يا حنان. أنا نعم يا رب. هذا شيك بقيت المبلغ يا حلا. سميح ايش بتعمل هنا؟ مبروك عليك المنصب الجديد. شفتي كيف عمل بهذا الغداء؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا حلا. ايوه انا اشكرك. ليش كنتي عارفه؟ طبعا عارفه. ما الاستاذ سميح هو اللي جابني مشان ادبر له المنصب الجديد. استاذ مروان انا خبيره وبعجبك، واي منصب بدك اياه انت ما عليك الا تعمل لي قلب وبس. بس إلا شغلة وحدها، كل شيء إلا منصب الأستاذ سميح، لأنه معه ضمانة لمدة سنتين. وقبل اكتمال الإجراءات القانونية اتخذت قرار واستقدمت الخبيرة على مسؤوليتها الشخصية. والآن إيش أشكيلك يا صديق الحال؟ الخبيرة ساكنة في فندق على حسابي، مرتبها بندفعه من جيبي، ولا أنا قادر أقول لها إن قد أقالوني ولا قادر أتصرف. أقول لك أنا في ورطة لا يعلم بها إلا الله. أيوه واصل 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 حاضر. يعني ما بيش معي في هذا الزنقة إلا سعادتك، يعني تشوف لي هكذا حل مخرج اللي أستطيع أحتفظ به بما وجهي ونرد الخبيرة هذه لبلادها وصلى الله وبارك. يا أخي حرم علي، البلاد ملآنة كوادر وطنية وانت تصير تستقدم لي خبيرة بالسكرتارية؟ يا أخي حرم عليك، إيش الكلام هذا؟ كذا خبيرة جت. أرجوك أرجوك إذا أنت بتعزني، إذا لي خاطر عندك لا تخليها تحس بأي حاجة. ها طيب مهمش ما تقلقش. مرحبا أستاذ مروان. أهلين، كيفك شو أخبارك؟ طمني عنك. خليني أعرفك بالأول، الخبيرة اللي كلمتك عنها. أيوه الأستاذ وليد اللي حكيت لك عنه. أنا الأستاذ وليد. تفضلي تفضلي يا أستاذ وليد، تفضل ارتاح خذ راحتك.